كل الوطن او الشهاده اللي عندي هنا قافض اثنين اللي بغيت اسمعوهم يقول النضال اللي مواعد وفي كل بلاده محرومه تجاوز فيه القواعد والنواحي والحكومه ويقول في مقطع هنا يقول يا غير انا قاع ماكل احس زين يا غير لا كهله عايدة غير جابي الفيضان الخطير اللي على كل حال ما يقدر حد يكون يطرح فيه يقول اولاد الشعب المتطوعين للعمل باختياره من الدفعة متخرجين للحرب ريق دولاره ومن الدفعة متخرجين للحرب ريق دولاره الحرب ريق دولاره وقام بكي اللي ما بكيت والدنيا رائبة لها هذا والشهادة تشيرنيت اعيهم نور فضلها لجيش التحرير الشعب الصحراء وهون عيد عطاك منين قال جيش معناها عند عاد الخبيط والاستنفار والشمتين ما تلاشي عيد البسيط وهذه هي القصيدة اللي انا اتاكد وحد يعود عارف القضية عنها قال تبخيطة من منين قالوا الصحافة الامريكية عنهم باقين يشاركوا في الحرب وجاءوا المقاربة وقالوا عنهم هذا راي ما اسطورة هذا راي حقيقية بالصورة قالوا لهم عنهم ما يقدروا يضمنوهم جاءوا الجبهة الشعبية تحت الساكن حمروات الذهب قالت لهم نضمنكم احنا وندخلوا في المعركة وتجيبوا الحقيقة منها وذاك الظرف ولا زالوا قاعد هم داعمين المغرب يا قال احنا بعد ما اللي دخلناهم في المعركة ليش جابوا الحقيقة منها وناشرين هذا الحال في البيانات العملية التاريخية ذاك لا ينقال ذاك القصيدة المهم انقال ندور نذكر بالتمجيد الجيش الشعبي المجيد الجيش اللي يحرق الحديد في دعداه وقبوسها ومدمر قوات التهديد اللي كانت تختار تراه والحسن دمر له صعيد في الخارج كان مستواه المخيط يرفش بعد ولا يدداه ولا تجبر مراه قزو يهرب من حس حديد الجيش اللي كل بلاي دخله وخلاه وجاب اقلاه وجاب الفرقان ابن كيد اللي ما جابه دمره وهذا مش ينعت كيد الجيش وينعت متركريد حزام الجيش مستواه الجيش اللي كان الحزازي ولا احد بحراقبه ما هو على ان واحد في القمه ولا هو واحد في الجغمه الجيش وينعت متركريد حزام الجيش مستواه اللي حويصين على التهديد بالفايده كامل سوق اله لا تنقص محال تزيد مش اله يجيك من اله يا كوين عاد كاريد الابطال مع سول معاه الطنك شعل وشعل الحديد والثاني ما هو حد طفاه والطيار شعل كل بلايد شعل فيه قبل موله والصحافه ما بعيد من ذا بالعين لا ترعاه الصحافه اللي قبيلك ترد لك وسطهم الصحافه ما بعيد من ذا بالعين لا ترعاه شهدت بين ذا جيش وكيد بامانه وبظله ودفاه وهذا تشهد به مقرية تحطيم العدو متنخلاه وبهذا متنطق المسيل بلسانه شاكي من الحديد اللي محروق انه قمداه يا لله جميع شهيد ابن مسيل وذاك التجاه ارحمهم ارحم كل بلاد فيه الشهاده ما ننسى وانا بعضي لكان بعيد الوزن علي ما بقري لا يدمشي يا يجد معناه انا انتم من يوم الشهيد فقدت ولدت معناه وعلى الاشوار وكلا بني قيد اذلقنا وصححنا اخطاه وجبرت اللي منه مفيد عند الله وجابر معناه لكن اللي ينقال الشهيد اسقط في الميدان وداه والله زاد الجيش المفيد اللي باقي يخبط في كفاه